للمزيد ينضم إلينا من الجزائر مراسل الغد كريم قندولي. كريم، كيف تبدو الآفاق أمام هذا المسار، مسار الحوار، وأمام هذه الجداول الزمنية المقترحة للوصول لمخارج للأزمة السياسية في البلاد في ظل هذا المناخ الرافض لهذا المسار ولبعض الشخصيات القائمة عليه في الشارع الجزائري؟ نعم بهاء، حتى الآن هذه المهمة مهمة صعبة جدا للهيئة الوطنية للوساطة والحوار، فالمناخ غير متوفر تماما في ظل رفض واسع وقاطع من كل المتظاهرين. بالأمس فقط في الجمعة 25 وقبلها أيضا حتى الجمعة 24 رفضوا أن تكون هذه اللجنة ربما وسيطا بينهم وبين السلطة، إذ لا يريدون أن يتحاوروا مع السلطة في تواجد أبرز رموز نظام بوتفليقة على حد تعبيرهم. المقصود هنا دائما هي حكومة تصريف الأعمال التي خلفها بوتفليقة ساعة قبل رحيله، وأيضا الوزير الأول نور الدين بدويو، بدرجة أقل رئيس الدولة عبد القادر بن صالح الذي لم ينجو هو الآخر من مطالب الإبعاد منذ تقريبا تنحية أو استقالة بوتفليقة. اليوم تم عقد اجتماع مغلق للجنة السياسية لهيئة الوساطة والحوار، وتم تصدير برنامج سيقومون بتطبيقه بدءا من وراء يعني عيد الأضحى المبارك من خلال الاجتماع مع مختلف أوائل الحراك وأيضا المجتمع المدني والشخصيات السياسية والوطنية. لكن دعني أؤكد لك بأن اليوم أيضا تم تأكيد يعني ملامح لجنة الحكماء أو العقلاء التي ستضم أسماء ربما وازنة قد تم توجيه الدعوة لها على غرار عبد العزيز أرحابي وزير الاتصال السابق والدبلوماسية، على غرار أيضا أحمد طالب الإبراهيمي وبن بيتور، وأيضا تم توجيه الدعوة إلى يوسف الخطيب باعتباره شخصية وطنية واحد قادة الثورة الجزائرية. تراهن هيئة الوساطة والحوار على هذه الشخصيات من أجل ربما أن تكون لها وزن أمام الشارع، عسى ولعل أن تمهد لها الطريق للمهمات المقبلة. أيضا لابد أن أشارك قبل أن نقطع الاتصال لأنه هنالك تدارس لربما إقالة واحد من بين هؤلاء الأعضاء الموجودون في هذه الهيئة للوساطة والحوار، وهو جمال كركدن الناطق الرسمي باسمها، وذلك لارتباطه سابقا بحزب جبهة التحرير الوطني، وإذ كان أحد المرشحين عن هذا الحزب في ولاية بجاية، وهو ما تم اكتشافه ويعني قد يكون عقبة أمام مسار هذه الهيئة التي الآن تستثني كل الأحزاب التي كانت سببا في هذه الأزمة وهي أحزاب التحالف الرئاسي ومن بينها حزب جبهة التحرير الوطني. شكرا جزيلا لك، مراسلنا من الجزائر كريم قندولي.